يعني بالمستقبل القريب صعبة. حتى كثرت هي ظاهرة هي ظاهرة صحية مش غلط يعني. نعم، شو الصحي فيها؟ فيها أغنية بين شاب وبنت حلوة، ولما بينعمل يعني لما بتنعمل مرة بتدرج، مثل ما بيطلع فنان انه يعني مثل ما درج عندنا موجة انه كل يوم حدا يطلع يغني يطلع يغني يطلع يغني من حق يعني هيك فجأة وخفت كله بالذوق يعني ظاهرة انه ظاهرة صحية. مبسوطة من التجارب اللي خطيها بهالمجال ولا في خيبة أمل ولا في عدم رضا؟ لا لا بالمبدأ يعني بالمطلق راضية. بالمطلق راضية، بالتفاصيل؟ بالتفاصيل يعني كان يمكن انه عملت اغنية انه كان يعني تسرعت وعملتها مع انه اغنية حلوة بس كنت بفضل صورها ما تصورت و مع فضل مع الاستاذ فضل طبعا. يعني هيدي يمكن ما كان لازم اعملها. هي ندماني يعني لدرجة الندم؟ مش لدرجة الندم، ما كان لازم اعملها خلص. شو ما كان لازم اعملها يعني؟ ماني ندمانة انه يا ريت ما عملتها، لا مش يا ريت ما عملتها، انه خلص انعملت بس انه كان فيها ما تنعمل، بس مش لدرجة الندم، مانا شغلة بشعة يعني. فضل نجم واحساس مرهف وزبطنا سوا يعني بالاغنية، يعني كان في كثير تلباتي بالاصوات. عدم تصويرها يعني؟ عدم تصويرها وخصوصا انه يعني من فضل، من ميلة فضل. السبب من من ميلة فضل. ايه يعني انا اليوم اذا يعني بدك تعملي ديو مع حدا، مع مين؟ ولا حدا ابدا ابدا. لا لا معك مع البعض مش مختلفين، لا بس قصدي انه اذا عم تخيرني بين الفنانين الموجودين ومين هلا عبالي اعمل معهم، مش مع حدا. برجع بقول انا ماني عم قلل من قيمه حدا مع احترامي للكل، بس انا هلا مش جاي عبالي اعمل، بركي هن ما يكون جاي عبالهم يعملوا ديو معي. يعني لا مش في مزاج بالفن؟ في مزاج بس مش المزاج اللي بخليك تغير رايك يعني. كل المزاج انه بدك تكون انت هلا مثلا مودك حلو، عبالك تعمل شغله تفوت فيها، مش انه تكون عم تعمل شغله فجاه تغير رايك. المزاج بالمعنى الايجابي تبعه بشيمة طبعا، بكل عمل في مزاج. دائما بنسمع جمله هيك او عباره بتقول الفنون جنون. اي نوع من الجنون؟ يعني الفنان الفن اللي بده مود حلو تتغني بدك تكون مبسوط يعني. لا. انا صعب كثير هلا انا زعلانه او ما عندي مود غني تقول لي غني، ما فيك تطلع مني غنيه بالقوه، لازم اكون انا مزاجي حلو يعني. بالفن صعبه، بالعمل كل شيء يعني كل شيء ارتستيك، الرسم فيك تكتب شعر ساعه اللي بدك، في وقت يعني يمكن على بدك وقت معين يعني بدك. بتعرفي شو بحس انا؟ الشعر بدك تكتبيه ساعه اللي بده، هو يعني بيطلع مع هذا وضع خاص اكيد. يعني ما بتقدر تكتب شعر وقت انت بدك، يمكن بس وقت اللي بتجي الصوره الشعريه او الفكره او اللمعه لازم اذا ما كتبتيها بلحظتها بتروح. يعني ما فيك تقولي والله بعد الظهر هلا على رواق على راحتي، ترمل هيك ضل حامل ورقه وقلم. انا يمكن هلا مسابقه انت موهوب كثير يعني، بس على كل حال كل لون كل فن يعني. نعم. اذا بدنا نستثني بدنا نفصل كل انواع الفنون وانماط الفنون. على سيره يعني الدويتو او الديو، رفضتي انك تغني مع احدى المتباريات احتراما لها ولك، ما بدي اذكر الاسم ولا محبيها، ببرنامج ستار اكاديمي لما كنت ضيفي بالبرايم. نعم. ليش؟ يعني ليش؟ لانه قلدتك؟ لا يعني طبعاً. هل تقليدك؟ لا ثانكيو انك سالتني السؤال. لا ما في شك انه انا لازم اوضح، لانه طبعا اطلع انا الشخص الشرير بالمطلق. لا قلدتني، كل في كثير ناس بيقلدوني، قلدتني بشكل شفته شوي هيك قليل التهذيب صراحه، قلت انا البنت يمكن ما بتحبني فانا ما انا مضطره تطلع تغني معي، فقمت انا اخذت هالخطوه. نعم. بس بعتقد انها بكيت وزعلت وندمت انه قلدتك بهال، انت اعتبرت انه قللت طريقتك وقللت تهذيب بتقليدك. ايه ما لقيت عم تقلدني، انه عم تقلدني، ما باسم في غالي بقلدني، في كثير ناس بقلدوني، اصحابي بيعملوا سهر علي بقلدوني، انه ما بدها هالقد يعني، انه ما حدا بيزعل من التقليد، بالعكس معناتها انا عندي كاركتير معين ويعني موضوع شو بيقولوا انه وانت بتقلدي كمان. وانا بقلد اكيد، بس انا الطريقه قلت اتسيمز ما بتحبني، فقلت انا ما بدي اغني مع شخص مش طالع عباله يغني معي. هي رجعنا على الكيمياء.
رجعنا على الكيمياء اللي بين الشخص وبين الشخص والثاني. انت مش مستخف ابدا بالكيمستري؟ لا لا ابدا ابدا، وهذا بلش عم يثبت يعني قبل قديما كان شوي يبين كانه مجرد حكي او هيك قصص نفسيه، لا عم ببين انه فعلا يعني شيء عضوي، الجسم بيفرز اشياء طبعاً تجاه جسم طبعاً، يعني تجاه انسان اخر وهكذا. التقليد اليوم بالبرامج الكوميدية بالبرامج بالشانسونية أحيانا نشوف تقليد مبالغ فيه، مش لإليسا لكتير فنانين أحيانا لسيس بيوصل لحد تجريح لحد الإهانة، وبتعرفي في إحدى الفنانات اللبنانيات تعرضت لنوع من تقليد كان مسيء إلى 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 حد ما. أنا ضده، أنا بالمطلق نعم. أنا ضد الواحد يوصل لمرحلة يجرح بالشخص الآخر، هذا بعدنا ضمن شيء اسمه فن، بس تتخطى هالشغله ما بيعود اسمه فن. طيب اسمحي لي بس اقول لك قبل ما الوقت يداهمنا اسماء يعني مشاهدين ومعجبين بحضرتك من عده دول عربيه بعثوا ايميلات، انا رح اعتذر مش رح اراهم على الهواء، معظمهم تحيات واشاده بحضرتك وبالبومك الاخير وتبريك بالجائزه، ولكن احتراما لهم رح اذكر اسمائهم. الياس من المغرب، امل ومحمد هندي والدكتور محمد ظاهر وروز والاميره مرح بنت سعود السديري وسيليا او سيليليا من السعوديه، ديما وجماريو وايات نوري من ايات من كردستان العراق، ديما وجماريو وعصام رفان من العراق، مصر دينا من مصر، نينوريتا وجيسيكا من سوريا، بسمة الطايع من الأردن، سامية ونور من دبي، رحيمة من سلطنة عمان، وصفا من لبنان طبعا بالإضافة للأسماء اللي ذكرناهم قبل شوي. أكيد ريان من السعودية طرح هيك بعض الأسئلة، بيقول أنه يعني هو بيتمنى أنك تغني غنية حلوة يا بلدي بشكل رسمي ان شاء الله، وانا بتمنى كمان. وحكينا عن هالنقطة. وارجوان من السعودية بتبلغك تحيات جميع محبيك بالسعودية، ونور من دبي بتشكرنا على استضافتك وبتتمنى لو ان بهاللحظة هي جالسة معنا لتقلك قديه بتموني رغم التعب والسهر وقلة النوم بعد ما نزلتي احلى البوم للمرة الثالثة بكل ثقة وخطى ثابتة، والجائزة خلت العالم مصدوق ومن حسب ما بتقلك نور. بدي احكي شوي، معلش انا لانه بدي اشكرهم كلهم، نعم. ما رح سمي وجه يعني شكر لكل شخص، كلهم بحبهم بالنتيجة كلهم، نعم. في امل وفي دانيا وفي دنيا كثير يعني في كثير بدي اشكرهم، بقول انه انا بحبهم وبشكرهم على كل الدعم اللي عم بيقدموا لي اياه على كل حال يعني لحتى وصلت لهون. بصراحه وبصدق قد ايه بيعني لك انه يكون في عندك محبين يعني او جروب او فانز موجودين على المواقع على الانترنت على الفيسبوك على بهالمدن هيك بصدق هالشيء يعني لي كثير اوقات يعني اوقات بتعرفي ثلاث ارباعهم طالبين انه بليز اطلب منها تذكر اسمائنا بليز اقرا لها رسالة. لا ما رح اذكر اسامي لانه بده يزعل غير ناس، نعم. اكيد ما رح اذكر اسامي حضرتك، كفيت ووفيت يعني بالاسامي الموجوده قدامك، يعني اكثر من سعيده بالنتيجه زاهي يعني الانسان ما فيك يعني تكون يعني انا بقول ما في يكون ناجح على حاله، انا نجحت بفضل كثير ناس، نعم. يعني وهن مين يعني هن بيشتروا لي سدياتي، هن بيدعموني، هن بيدافعوا عني، هن نعم. يعني مثل هيك ظهر امين يعني ظهر متين لإلي يعني بي 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 يعني مش بس بكون سعيده، بكون اكثر من سعيده اوقات ما بقدر اعبر. بكل حال انا بحييهم وبشكرهم خصوصا انه عم بتابعوا البرنامج وعم بي يعني صار لهم كذا يوم بيراسلوني على الفيسبوك على الميل وبيطلبوا مني وناطرين الحلقه، هالشيء كمان بشجعنا لانه بس بدي انقل احكي عن موضوع